معانا يا شباب. يا استاذ عبد الله حسن الشاعر الكبير، اولا ببارك لك وبهنيك على الديوان الجديد، ويا رب يكون كده موفق في معرض الكتاب ان شاء الله. صديق العزيز الشاعر الكبير عبد الله حسن، تحياتي، اهلا وسهلا. الله يبارك في حضرتك. ازيك يا فندم، عامل ايه؟ اخبار سعادتك ايه؟ طمنا على شيء كشري، صح كده؟ اه صح كده. طمنا على الديوان الاول، اخباره ايه؟ والله حفله التوقيع بكره ان شاء الله في معرض الكتاب الساعه 2. هتوقعه بكره؟ اه. الساعه كام بكره؟ لا الساعة 2 الظهر كده حابب موجود. 2 الظهر ان شاء الله، ربنا يسهل نكون موجودين معاك بكره ان شاء الله. اتشرف بحضرتك طبعا. ازاي؟ الله يخليك يا استاذ عبد الله. وبرضه عاوزين قريب في برنامج الصديقان بقى تيجي، علشان احنا عايزين نقول اهم القصائد في شاي كشري، ونشرب مع بعض شاي كشري في الصديقان. ارجوك، ده انا بعتذر لحضرتك، انا كان المفروض اجي لك والله، بس انا نظرا يعني الظروف مرضي كده، جالي دور برد جامد. الف سلام. اجي لك، اعتذر. الف سلامه. لا احنا مع بعض، انت صديق عزيز واخ غالي عليا، وكمان بلدياتي من طنطا، فيعني ليك معزه خاصه انت عارف يعني. ربنا يسلي حضرتك. الله يخليك. لازم نسمع حاجه النهارده، لازم بقى نسمع حاجه، ويا رب تكون من ديوان شاي كشري اللي معروض دلوقتي في عرض الكتاب. والله هو الديوان في ايدي اهو، خليني اقول لك. مثلا عندي قصيده اسمها انتصرنا، بخصوص ان المنتخب كسب امبارح بقى، والانتصارات عادت في مصر يعني. اه اتفضل. يا ريت طبعا. خليني اقول لك. انتصرنا يا اهالينا، وبدانا نبتدي نحقق طموحنا، السياده لينا احنا، والقرار هو قرارنا. حولوا الاحزان لبسمه، احنا اكبر، احنا اسمى من اللي كان ضدك يا بلدي. كان لابد الليل يعدي، قومي يلا يا مصر عدي، بحق دعوات الغلابه مصر قالت بالتحدي، تؤخذ الدنيا غلابه. الله 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 الله. الى اخره يعني. لا ما هو الى اخره ايه؟ قول لي كمان حتى من اخره دي. والله يعني قلت انتصرنا، وانتصرنا مش جديد يا مصر يعني، قبل عمل وياما عمل، طول حياته المصر جاهز، عمره ما يفرط في امل. احنا اكثر شعب فاول، احنا اكثر شعب سد، احنا ساعة الجد جد، لو فتحتم قلب مصري تلقوا جوه القلب مصر شيء بيجري في دمي، مصر همها من همي، مصر اللي لحم كتاف خيرها من اللي غيرها، هي مصر باسم مصر. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. تحيا مصر يا استاذ عبد الله، انا بشكرك جدا على المداخله، واحنا هنتقابل قريب، يمكن بكره ان شاء الله نتقابل سوا باذن الله في المعرض، وقريب نتقابل في الصديقان ان شاء الله. ارجوك يا فندم، ارجوك. اشكرك شكرا جزيلا الشاعر الصديق العزيز الاستاذ عبد الله حسن. وبالمناسبه